اهلا بيكم في اول فيديو من سلسله ميك اب جوسب. فيديو النهارده عن الماسكارا. الماسكارا من اكتر منتجات التجميل مبيعا على مستوى العالم، لدرجه ان في 2018 الشركات باعت ماسكارا ب 8.1 بليون دولار. ايه قصه الماسكارا وامتى ظهرت بشكلها اللي احنا عارفينه دلوقتي؟ سنة 4000 قبل الميلاد كانوا بيستخدموا مادة أطلقوا عليها الكحل علشان يخلوا العيون والجفون والحواجب لونها أغمق، وكانوا بيعتقدوا إن ده هيحفظهم من قوى الشر. وحتى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وقلة استخدام الكحل في أوروبا، فضل منتشر في مصر والشرق الأوسط. ووقت ما كانت الملكة فيكتوريا بتحكم إنجلترا، السيدات بقوا مهتمين أكتر بمنتجات التجميل وبدأوا يعملوا ماسكارا لنفسهم في البيت عن طريق إن هم يخلطوا الرماد أو السواد اللي طالع من مصابيح الإضاءة مع عصير نوع من أنواع التوت اسمه بلسان أو الألدربيري ويحطوه على رموشهم علشان تبقى أتقل. المنتج اللي احنا عارفينه دلوقتي باسم الماسكارا لم يتم إنتاجه قبل القرن التسعتاشر. في كيميائي اسمه يوجين ريمل طور مستحضر تجميل باستخدام الفاسلين، واصبح اسم ريمل مرتبط قوي بالماسكارا لدرجه انه مازال بيستخدم لحد النهارده في اكتر من لغه زي الاسباني والبرتغالي واليوناني كاسم للماسكارا. وفي سنه 1915 رائد الاعمال ذو 19 سنه توماس لايل ويليامز لاحظ ان اخته الصغيره واسمها ميبل بتخلط مسحوق اسود مع الفاسلين وبتحطه فوق عينيها ورموشها علشان يدي عينيها فولر لوك ويخلي رموشها اتقل. فقرر بسببها انه يقابل كيميائي متخصص وانتج منتج محلي وقتها اتعرف باسم لاش ان رولاين، واسس شركه مابلين اللي احنا عارفينها وسماها على اسم اخته ميبل اللي كانت الانسبيريشن بتاعه. المنتج بتاعهم ده كان عباره عن بار لونه اسود ومعاه فرشه صغيره بتستخدم للابلكيشن بتاع الماسكارا. وفي سنة 1917 الشركة أنتجت أول ماسكارا حديثة للاستخدام اليومي. ولحد ما جت الستينات وميبلين أنتجت أول ماسكارا تتباع للماس ماركت في الماسكارا تيوب اللي احنا عارفين شكلها دلوقتي، وكان اسمها ألترا لاش ماسكارا. Thank you for watching وأشوفكم الفيديو الجاي.